شنو هو المشكل؟ المشكلة دي باي باي في له في الطريق ترشق لي راديوتور. هذه اللي قلت لي وقت الطريق. اي علاش ترشق لي؟ ما ثبتش علاش ترشق لك؟ لا ما ثبتش علاش ترشق لي من بعد ثبت. منين ترشق؟ منين ترشق بالضبط؟ من البلاستيك هذا من هنا؟ باي باي القديمة. هذايا القديمة هو شنو وصلوا لك كيفاش رجعتها هذا؟ باي بدلت راديوتور ومشيت عاودت راديوتور اخر ركبته تسخن لي كرهبة تسخن في سخانة مش عادية. باش عرفت تسخن؟ تسخن ما عنديش قوي. ايه ما باش ما باش عرفتها الديري الديريك شي ما كفيه ترشق تلوك بعد توصل حتى 104 يعني انت تحط يدك على 90 درجة انت مش ترشق ولا ترشقش؟ ترشق لك الديريت؟ لا ما ترشقش. تخدم مروحة تسكت ولا؟ ايه ما شنو قلق؟ مرة امرأة جتني من القروان ركبت لها موتور خو هذا يمكن كانت قبل ما استنسب بمحارة معينة. طيب ولت وصلها ل 92 جيت قلت لها اسمعني الموتور ما شر نتاع عيانه الموتور هكا شر نتاع عيانه بري فيك اي ويجي كسري ويجي من وقتها ما نتاش عندي عامين ما يهمكش الديريتات ترشق ولا عندك لامب تشعل ولا غاديك وعندك المروحه تخدم تسكت. اذا كان المروحه تخدم تسكت ينجم يكون الراديتير ترشق لك البلاستيك نتاعو سوا با سي مات هاني رجعت ركبتها تو عندي معناتها صلحته اي صلحت انا قام مسخ مع عبي بالتراب بلا صلحته انت تو هاي. بدلته هذه اي معناتها هو نجم يكون ديفو كان في الريتير فقط ونجم يكون في الجوا تو ما عندكش نقص ماء تنقص شوي مش بعد بعد قديش بعد جمعه باش نزيدها شوي ما ثبتش فمش فويت في بلاصه معينه لا ما ثبت مشيت بها تنيه طويله تمشي البركه تونس اي تمشي بها عاد لا تو بالحاله هذه الحالة هذه نمشي عادي اما كي في الدراج معناها كي تزير عليها شوي مثل في الاوتوروت تشعل تيموان تاع سخانة وتكتب لي ستوب. تشعل لك تيموان تاع سخانة. بالراديتور القديم كيف كيف ولا بالجديد كيف كيف؟ لا كان بالراديتور هذا. اي باهي جربتهاش بالجديد انت؟ جربت بالجديد. اي تشعل لك ولا؟ خليني بدلت الراديتور لا لا لا. القديم. تو شعلان. شعلان بالراديتور القديم. هاك عملها مانو على هاك عملها سخانة انت من الجنب هذه. اي مانو على سخانة نشوف حبة المرحلة. لا حكاية فارغة هذيك. عندها حتى انت تو بالراديتير القديم تشعلك زاده في الاوتوروت بالراديتير الجديد عارف تشعل في الاوتوروت الضغط تشعل اي و كاتريام يثير تروازيام ننزل عليها شوي تشعل حتى بالراديتير الجديد باهي كي تشعل انت كي تهبط تطلع على الموتور تلقاش الماء يغلي لا ما تلقاش الماء يغلي جوست ديريت من فوق ينجم يكون عنده ينجم يكون عندك بدايه نتاع بلوك شي سوس مسوس ولا كلاس مسوس ينجم يكون موجود عليه لكن مازال خفيفه مازال دوب لا شيء مازال دوب لا شيء اي مختي تدخل ما لي عايشيني عاد من الاول عالم وقول لي راني حليت الكلاس وعملت لي تغدروني غدران يتك تغدروني غدران هذه علاش نقول لكم انا كي تجيني كي يبعث لي حد كومونتير ولا يبعث لي حد مشكله ولا كذا يعطيني اصل راس الفتله نقولوا احنا اعطيني اصل الحكايه شنو اللي صار لك انت باش حليت الكلاس علاش حليت الكلاس سخنت لي كهرباء باش عرفت سخنت لي سخنت لي الحاصل و ما تشالش لي تيموان تاع السخانه قلت لك سخانه تعدي حكايه ديريت اللي هو ديريت هذا باش يطرش باه كي حليت الكلاس لقيت حاجه حليت الكلاس مره الاول باش نحكي لك رديت الميكانيسيان الاول قال لي حل الكلاس حليت الكلاس بدلت جوا الكلاس رجعت كرشيت الكهرباء تسخن كالعاده الكهرباء اش معناتها تسخن كالعاده ما نحب نفهم اش معناتها تشعل لك لمبوبه هاي كالعاده هاي باهي كي حل الكلاس لقاش حاجه اللي تركز عليه لقاش الكلاس مسوس لقاش الجوا محروق لقاش حاجه لا مرة الاولى كي حلها قال لي نورمالمون كان فما حاجه كان كلاس عوج ولا حاجه تنمشي تستو قلت باهي مريق مش نورمالمون لقاش حاجه بالعين سلام تذكر لقاش الجوا محروق لقاش الكلاس مسوس لقاش البلوك مسوس لقا جوان عندك صور سيش صورش منها حاجة جوان لا لا وراكش من المحروق قال لك وكاو اي ما تنسى شبقة سلفية باش يتغشش مش يتغشش لا مش يتغشش ما فيها باس نحب نعرف يعني نحب نتعلم سبحان الله ما ممكن طحت اليوم مبان عندك انت غدوة نطيح مبان في الجزائر مثلا على الاقل كي يوريني جوان افهم انا مشكلتي وين لا في داية جوان ما نفهموش لا كي يوريك لا نجم يزمك تفهمه كي يوريك البلاصه اللي هو راهو البلاصه الفلانيه متاكد او مضروب تو انت مسحت الكلاس
مسحته وعاودت جوان كيلو سكر وكالعاده. عدت لي 3-4 شهور ما سخنش لي الكهرباء وطورت. طوريت المسحه نتاع الكلاس هذيك. سيركيلاسيون نورمال. ضيق على الشامبر نتاع الحرقان. تولي في الجري تسخن الشامبر. تولي ترجع على الموتور تشعل لك لمبه برا. خاطر هذيك كيما واحد تو اعطينا دبوزه نتاع اكسجين للبحر نتاع كيلو مثلا. هو يحتاج 2 كيلو. كان يتقوى اكثر من 2 كيلو يولي ما يتخلق ما عادش ينجم يعوم. هكاك الموتور كيف كيف. وقت الشامبر نتاعو تنقص تولي هابطة في الضغط وفي الحرقان ترجع على الموتور. هذا تو انت في الفنو في تاس بالضبط تبدا تشعل لك. مثل سعد نزير على شت نكبس عليها شوية بيت وكي تسيرها تولى جيت من البلاد للنا ولوتورو تزيرت عليها عادي. تو واش تولي تعمل؟ انت تولي تعمل هكاك تسيس هديمه لين تبدل الموتور. صافض هذاك الريديتور هذاك بعد ركبه مع الموتور الثاني. صافض عليه هذه سيس عليها مختش تتقلق منها وقت تولي تاكل الماء برشا. فهمتك. ما دام المروحه تخدم وتسكت وما كانت الماء طفيفه ما عادش تمسها ما عادش تحلها. ما تقلقش. اي ما عادش تمسها ما عادش تحلها. نقص الجري جري لا باهي ليك انت لا للكهرباء. اي في ال 120 باهية ما تعمل شيء. لا في ال 110 تعمل. في ال 100 حاسين انت تتبعها. طعميات. تحب تقضي عليه الموضوع عايزك تبدل الموتور. ايوه. تحب يعني تسير روحك وتكمل به ما كتب من ربي يسير عليه وكمل. لا شوف لي زاد 06 ولا زاد شنو؟ ما فماش. بعديك بعديك موجود. هوني هذاك الحروف هذوك. ايزهم؟ هذاك نتاع حروف كمل ركبناها النهارين. كما ركبنا بالحروف بالنوع بالحروف فما ولا بالحروف ايه ركبناها نارين تو عنده يجي جمعه تو ركبناها بالحروف كما قلت لك هذا تو مازال يمشيك ما شاء الله ما تزيد تبربش ما تزيد تعمل حتى شيء ناكلتو وربي يسهل ان شاء الله.